اوكي بلشنا نحن بلشنا مينا اهلا وسهلا فيك. كلش فرحانه اوكي انا كثير مبسوط والله يعني مو لانه بدنا نصور او شيء بس انت شخص I used to look up to وستيل تيل ذس داي خصوصا لما كانت الفيلد مالتي اشتغل بالتصوير فدائما يعني كنت لما اجي للشوت واشوفك تصور وشون كلش هواية تعلمت منك اشياء واللي حبيته انه ظلت هذه اللمسه مالتك لهذا اليوم واللي اكثر فرحني انه سويت البراند مالتي وتصويرها وكل شيء كان وياك فما تتخيل it's like a dream came true. حبيبتي انت yeah. ما تكبريني لا 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 تستاهل. حبيبتي شو بدي اقول ما بعرف اذا بدنا نحكي على هذا الموضوع على البراند ولا بنخليه على جنب هذا صغير كل شيء اني يو يعني اني من نوع كلش صريحه وما احب يعني احنا نقول بالعراقي اضمضم الاشياء او هذه احب اكون like an open book بدي بلش انا حديثي معك لما شحضرت لك فيديو عم بتقولي تمنياتك انه كانت 2019 كانت سنه صعبه كلش صح كلش وهلا كنت عم باول السنه عم بتقولي 2020 وعم تتمني شو هي 2020 حلوه خبريني هلا مشاعرك شو رايك هسه مش قد 2019 حلوه هلا صارت لا يعني اذا مقارنه اوكي شوف كل شيء اقول عليه الحمد لله اوكي as long as مثلا اني عندي صحتي اذا اقدر امشي حبايبي حواليا كل شيء هون وكل شيء عدي ادري هوايه ناس راح يقولوا لي شنو 2020 احنا ايش قضينا منها قاعدين بالبيت وكورونا وكل هاي السوالف بس يعني توقع هذه سلسله الحياه كل البشر يمرون بمحن وصعاب وهاي الاشياء وهاي المره يجوز احنا المحنة انه كل مره انا وياه سويه بكل مختلف الجنسيات الاعمار يعني كله in this together فان شاء الله يا رب تهون علينا بس اما اذا اقارن يعني 19 و20 اني 19 كانت اكثر على الصعيد نقدر نقول العاطفي اوكي اكو هواية تغييرات صارت بحياتي فكانت كلش صعب علي ان اتقبلها واني من نوع كلش بوزيتيف اوكي انسانه كلش ايجابيه ودائما احاول احل مشاكلي بطريقه ايجابيه فاستغربت من نفسي انه اني لا ما اقدر اصير ايجابيه واني من النوع اللي ابد ما احب اكذب بمشاعري خصوصا على السوشيال ميديا اذا ما احس نفسي اني سعيده ما اطلع يعني امتثل السعاده واراويهم انه اها اني سعيده اي دونت لايك ذس ابدا ما فيك تمثلي لا ما اقدر امثل يعني ابد خصوصا بيني وبين متابعيني لانه اني مما بلشت حياتي وياهم من 5 سنين بلشتها على شيء واحد وهو الصراحه اوكي انه ما افلتر شيء هذه اني حبيت يتقبلوني مثل ما اني اوكي بعيوبي بزيني وبشيني احنا نقول ف 2019 ما كانت سهله قلت لك لانه كنت انه صرت نيجاتيف صار عندي اكتئاب كل شيء احس ما بيه حيل اسوي شيء ما احس نفسي برودكتيف ف هذا اللي اكتشفته with time إن هذا طبيعي لأن إحنا بشر ونمر بهاي الصعاب أنا كنت دائما أحس نفسي لا أنا سوبر وومن أنا كل شيء أقدر أتحدى وأنا كل شيء أقدر أسوي فلما كانت هذه الصدمة العاطفية بحياتي أثرت علي هواية بس الحلو بالبشر إنه يقدر ينسى هاي أول شغلة والشغلة الثانية إنه يقدر يرجع يوقف على رجله شنو ما تكون المشكلة اللي تمر بحياته سواء عاطفي سواء شغل سواء يعني الحلو انه ربنا خلقنا على مود نحاول ونسعى ونجرب فقلت خلص اني عشت 6 شهور اني دا اكتئب وهاي انف فاول قرار سويته كان اريد اقص شعري واني شعري يعني طويل وسنين اني ما قصته فحسيت هذا من اكثر الاشياء اللي قلت انه شلون اني معتزه بي فشي اريد اغيره اوكي وبلكي انه ينطيني بوش اغير بشخصيتي ارجع مثلا مينا القديمه اللي هي شيز فول اوف انرجي دائما ايجابيه وهذا اللي صار ذا مومنت اللي امي حطت المقص وقصت شعري حسيت هاي 6 شهور رميتها خلص اوكي كانت تجربه حلوه تعلمت منها اوكي واحب اقول لك حكمه شغله بي اني ابد ما اندم على شيء ابد دائما كل درس يصير بالحياة أوكي هو أو شغلة تسويها وتحس نفسك ندمت عليها هو أبد مو ندم هو درس تتعلم به على مود تصير أحسن وتصير أقوى فحسيت it was the first start يعني هاي شايف البوش كيك يلا let's go وبلشت هيجي
وقتها سافرت لبنان حتى يعني حتى سويت اشياء اللي انا مثلا عاده احتفل براس السنه كنت ويا اهلي وهاي قلت لا اريد اسوي فد شيء غير عن ستايل مينا اللي دائما هي بي وبعدين صارت الكورونا وهاي الاشياء وهمنا قعده البيت اكتشفت هواي اشياء بنفسي اوكي اكتشفت انه انا انسانه ما اقدر اقعد بالبيت ابدا انا انسانه يعني قعده البيت تاذيني احب يعني عرفت اكتشفت اشياء بشخصيتي بنفسي بالبيت ويا اهلي اشياء ما كنت اعرفها فكل شيء نحاول دائما نفكر بايجابيه انه نستفاد منه لن نحاول نفكر انه لا كل شيء مو زين وخلص لانه اذا انت راح تظل تفكر بالاشياء المو زينه اوكي او السلبيه فانت تجذبها لك لازم يكون اكو شيء اسمه هو طاقه الجذب كل شيء تفكر به يفكر ايجابي حتى لو ما صار لك تقول وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم صح مزبوط. انت عملت الحلو فيه انه عملت تشينج حتى لو على الشكل انه بيعطيكي مثل ما قلتي طاقه ايجابيه طبعا وهيدي شغله واحد يعني ممكن يحس حاله مكتئب ما بيعرف اذا غير شغله او غير اي شيء بحياته عمل رياضه يمكن اي يغير بالبلد يسافر يطلع يغير يعمل ممكن يلاقي حاله باي شيء باي سكتر وحبيت انا انه هذا الفيديو كثير لفتني انت حطيتيه على الاي جي تي في وكنت عم تحكي وقلتي انا غيرت شكلي وهلا 2020 متامله فيها وحكيتي شغلة كتير مهمة انه قلتي انه الحياة فيها الحلو والمر اي وعم تعطي نصيحة للعالم وهيدي النقطة اللي بدي ركز عليها انت عم تعطي نصيحة للبنات اللي من جيلك واللي اصغر عم بتقولي لهم انه ما تتأثروا كتير باللي بتشوفوه مفلتر بالسوشيال ميديا طبعا انا انسانة طبيعية انا عندي مشاكل وانا بتعب وانا مش على طول انا حلوة مرات انا حلوة مرات انا تعبانة او شيء بس عم بتفرجيهم انه الحياة ما تتأثروا لأنه في كتير ناس ممكن يقولوا أنا ما بقدر صير مثل مينا أنا ما بقدر لا هم يقدرون يصيرون أحسن مني هذه شغلة يعني أنا من ما بلشت ليش حبيت أراوي نفسي بزيني وبشيني يعني متابعاتي يعرفوني أنه أنا ما عندي مانع أطلع ببيجامة وأطلع شعري مكفوش أطلع حواجبي طالعة وشكلي مأساة وهالات وحبوبة بوتشي ما استحي لأنه هذه إحنا بشر الناس بلشت تتابع السوشيال ميديا او حبت السوشيال ميديا او المؤثرين او اللي يسوون تو كريت كونتنت وصناع محتوى لانه حسيتهم انه هم قريبين على الواقع عاده الناس كانت قبل السوشيال ميديا تتابع الممثلين والمغنيين و و و بس مشكلتهم المغنيين ان هم عندهم تالنت اوكي عرضوها واكيد لازم يطلعون باحلى حلتهم بس هم شلون وصلوا لهاي الحله او شلون وصلوا اللي هم بيه اكو تعب وراهم ما يشوفوا اللي سهلت النية السوشيال ميديا انه انت تقدر تراوي كل شيء للناس وتقدر تصير واقعي على مود الناس to relate to you اوكي تحس انه هذه شخصيتي نفس شخصيتها بس المشكله اللي صارت اللي هو اشوفها دائما بمعظم المؤثرين انه يعرضون شيء هم مو عليه انه مثلا السفر الطلعات الطبات الضحكة دائما الابتسامة حتى لو هي مثلا تشوف مثلا بينها وبين عائلتها واحد يكفش الثاني ويتعاركون بس قدام الناس أنا حياتي حلوة لا تلقائيا حتى أنت وحتى أنا مو بالسوشيال ميديا أباوع أقول والله شوف حياتي شقد حلوة أنا ليش مو هيك شيء أوكي أنا ما حبيت أسوي هذا الشيء دائما حتى لما كنت أختفي من السوشيال ميديا أقولهم حبايب أنا I'm not in a good mood وما حاسة نفسي أوكي وما حب أحكي وياكم على مود أنطيكم طاقة سلبية لأنه أنا هسه مو بحالة أوكي ما راح أجي أطلع وأكذب وأقولهم حياة حلوة والله نو 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 أنا أبد ما أصدق بهذا الشيء واللبس والأكسسوريز والحتى يعني الأشياء اللي ممكن يكون هني عم يشتروها أو ما عم يشتروها بس طبعًا. عم يفرجوا لايف ستايل معينة منا حقيقية إيه هذه إن شاء الله في بعض منا حقيقي يعني مش عم نقول الكل بس أكيد. انه وقلتي شغله على الممثلين هلا الممثلين والمغنيين كان وراهم مانجمنت وكانت تعمل لهم يعني كانت تعمل لهم تصنع لهم هاللوك اللي بده يطلعوا فيه وبتلاقيهم وكمان كانوا على شانلز معينه طبعًا. كانوا مفروضين علينا انه احنا ما نشوفهم على هيدا الشانل ونتخيل انه هن ستارز وهيدا هلا فعلا لما اجوا الانفلونسرز اللي أسى إنه ليش العالم تعلقت فيهم لأنه مثل ما قلتي صاروا هني عم يصنعوا عم بيفرجوا حالهم على طبيعتهم طبعًا بس مو الكل سوري أقاطعك يعني صح. أتمنى هذه رسالة يعني لكل صناع المحتوى أتمنى لو نوصل نصير أقرب لمتابعينا أوكي مو ضروري يعني نراويهم إنه حياتنا كلش بيرفكت لأنه هم بالأخير هم ناس صح. أوكي هو مو إنه غلط ولا إنه صعب بس إنه
نصير احنا المؤثرين اللي هم ذات واي قاموا يتابعونا، ان احنا ناس طبيعيين، احنا مو ممثلين ولا سيلبرتي على مود. يعني اشوف منهم هوايه حتى ينطون اتيتيود، عندهم غرور صار كلش هوايه، وهذا الشيء ما حلو يعني. بالاخير اللي سوانا اوكي هم متابعينا، صح احنا حطينا اماونت من الجهد، بس متابعينا اللي كبرونا وانطونا هذه الافورت والهاي. اللي يصير المغني والممثل عنده تالنت، مثلا غنى صوته حلو شهر اوكي، او مثل تمثيله حلو شهر، بس احنا بدنا نصنع محتوى اوكي، وهذا المحتوى لازم يكون احنا حقيقيين به مو نصطنعه. ايه بس كينا انا بعرف يعني، كمان بدي الفت نظر لشغله، انه بعرف انا باك ستيج قد ايه انت عم تشتغلي على حالك، قد ايه انت بتتعبي، قد ايه انت عم يعني عم تصنعي مثلا براند معين، او طبعاً عم تعملي افكار، او عم تطلعي مقابلات، او يعني او عم بتصوري عم تشتغلي يعني. انه هي منا سهله شغله، لا يعني لا لا ابدا، انه منا والله انا جست باي لوك او شيء صار واحد عنده. وقلتي شغله انه في البعض منهم اكشلي عم يتفلتروا، عم تحسي مع الوقت يعني هي كانت هبه معينه، طلعوا مجموعه كبيره من الانفلونسرز، والعالم صارت تتاثر فيهم بسرعه، بس بعدين العالم شيء they will know قاموا هسه خلاص يبين اوكي اذا يبين الجنيوين مين الاصلي، مين اللي على طبيعته يعني، ومين اللي بس يعني خلص خلصوا الفلتر، صرنا نعرفهم، صرنا نعرف كل شيء. يعني انا اقول لك مثلا شغله بشخصيتي اوكي، انا صريحه بكل شيء اوكي. انا اول ما بلشت السوشيال ميديا كنت ضعيفه، بس هم ما كانوا يعرفون انه انا كنت سمينة قبل اوكي، فكنت تقدر اكمل ضعيفه از سكيني اوكي. ما كانوا يعرفون انه انا كنت اعاني من زياده وزن، وكنت كلش سمينة، وكان ما يعرفون اي شيء، وصور هي عندي بالبيت وما حد يعرف، لا من شاف ولا من دري زي ما يقولون. بس انا طلعت وقلت لهم انا صح جسمي هيك حلو، بس انا كنت سمينة، انا سويت عمليه، اني سويت عمليه شفط، اني سويت كذا، اني سويت كذا، لانه شيء مو استحي منه، وانما اريد اراوي للناس ترى اني مو مثاليه ولا بيرفكت، وباكل كمان لله اوكي، وانما دائما احاول اكون الاحسن. بس ما معناته انه لما حتشوف الناس حياتك بيرفكت تبين اوكي، وجسمك حلو وهاي الله، لا هو مو كل شيء بالسهوله يجي. حبيت اراويهم هاي الحقيقه، وما استحي من ولا شيء اوكي، لانه احس هذا حق للمتابع، مثل ما دا يشوفني أنا بهالنتيجة الحلوة أريد أشوف شلون أنا وصلت لهاي النتيجة. يعني مثل مو I was not I شلون يقولون I was born like this no I was not born like this. عانيت بهواية أشياء من حياتي، كنت أقدر أكذب وأقول أنا ضعيفة وأنا رشيقة وأنا كذا، لا بس حبيت أراويهم العيوب اللي بيا أوكي، لانه انا بدي اشتغل عليه، هم يشجعوني واني اشجعهم. شوفي هلا انت على طول بتطوري حالك، وهذه شغله كثير مهمه لاي انسان، انه يحسن حاله، بده يضعف، بده يتجمل، هذا شيء كثير حلو. بس عن جد احلى شيء فيك مينا انك انت عم يعني يور امبريس، عم تعملي باور من الشيء اللي انت عندك اياه كيف ما كان، وهذا شيء اقوى بكثير من انسان اوريدي هو يعني شكله حلو، او بمعنى انه عاطي مثال للايدل اللي حاطينه بالمجلات وبهالقصص، بس عم ما عم بفرجي انه هو هيز ايذر ان ا نيجاتيف واي، او انه بياثر على الاشخاص بطريقه بحسسهم انه هو منه انه هن منه افضل منه طبعا. بس أنا الحلو فيك انه انت بطبيعتك، وانا شفتها كثير يعني انه وحيات الله كثير طبيعيه مينا، وكثير بتحبي حالك، وهذا اهم شغله الواحد طبعاً. انسان لازم يحب حاله على كيف ما هو يعني، صح، لانه هو حلو بالضبط، يتقبل نفسه مثل ما هو بالضبط. بس نحن كل واحد عنده انا بقول مثلا والله ما بحب هاي، كل واحد عنده شيء بيكرهه بحاله طبعا، بس طالما نحن نتقبل حالنا مثل ما نحن، لانه كلنا حلوين طبعا، بشكلنا الطويل القصير التخين الضعيف كلنا حلوين، بس نآمن بهالشغله رح نشوف جمال كثير حلو، العالم رح تشوفه هذا الشيء. هي هاي الشغله اللي هي الثقه بالنفس اوكي. اكو هوايه بنات اني يعني من الفيلد مالتي جميلات، تعرف شنو جميلات؟ الجسم الحلو، الشخصيه الحلوه، الشعر الحلو، الوجه الحلو، بس دقيقه موبايل اوكي هاي سؤال، كل شيء بيهم حلو، بس شنو لما تيجي تباوع على روحها بالمراية تباوع تطلع تباوع لكل المتابعين غير باوع يعني تتطلع أو تشوف أوكي، تشوف روحها بالمراية أني كذا أني كذا أني كذا أني كذا، وهذه يعني أقول لك أنا مثلا 60% شايفة من هيك بنات، مع أنها ما محتاجة كل هاي الأشياء،
بس ليش ترجع لشغلة واحدة هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مو ضروري لازم تكونين انت اجمل بني ادم عم تكون عندك ثقة. اني شفت اشخاص اوكي لسي مو انه مثلا جميلين اللي هم on top models او هاي اشخاص طبيعيين بسيطين ملامحهم حلوة بس عندهم ثقة بنفسهم تنطيهم هذه الكاريزما والإيحاء اوكي بحيث انت تشوفهم اجمل الناس لانه الثقة اوكي. الثقة بالنفس انه شنو متبلش من انك تحبين نفسك. تحبين نفسك مو انه بالغرور لا يعني انا عندي عيوب اتقبلها بس مو انه اكره روحي واني هيك واني قبيحة واني كذا. هذا انت كل ما راح تقولي راح تآمنين بيه راح تشوفي وانما قولي اني حلوة بس احتاج انزل بعد كيلو وين اوكي. انا يعني خل اقول لك فشغلة صارت وياي بسبب زيادة الوزن والضعف صار عندي ستريتش ماركس اللي هي يسموها بالعربي خطوط التمدد او هاي اللي هي بالجلد تصير اوكي. بالبداية ما تتخيل شنو كأبني الموضوع خصوصا أنا بعد بنية صغيرة ودائما تشوف العارضات أجسامهم يعني جلدهم ماك ولا شخطة ولا هذه ظليت طول الوقت يا الله شنو هاي ايش كنت محلو ايش كنت ظليت أنا وبيني وبين نفسي أوكي. رحت حاولت أعالجها سويت منها رحت على هالدكتور رحت على هاي ماكو. آخر شيء وصلت مرحلة والله وقفت قدام روحي بالمراية فواحد قلت يعني هو خط يعني أنا ليش هيك هازة روحي وكياني وأنا دا أفكر بهذا الخط يعني لا ينوت خلي أعتبره مثل كأنه قطعة من جسمي تخليني أو تميزني عن غيري أوكي. وقمت وصلت لقاعدة حتى قبل كنت أستحي قدام صديقاتي مثلا لما نروح للبول أوكي أو إحنا نقول مسبح بالعراقي أو فتشي بين صديقاتي أستحي ألبس مايو أوكي على مد قلت ينوت إمبريسيت قمت ألبس وهاي مرة مرت بحيث صديقاتي ما ينتبهون إنه أنا عندي لأنه شوف لما تركز أنت على أي شيء إذا أنت مثلاً تقول أنا خشمي كبير خشمي كبير خشمي كبير أي أحد تقعد وياه تقول له أنا خشمي كبير كلهم راح يبان على خشمك راح يشوفوه كبير بس قول لهم أنا خشمي صغير ما راح ينتبهون يقول هي والله خشمك صغير لأنه هاي يعني بالإنسان خشمي كبير بس I don't care أو I don't care إيه كيف يعني بس هي كنفسية يعني عرفت شلون. ف وصلت مرحلة قلت أو الإمبريسد وهاي شيء بيني وبين نفسي يعني حتى ما عرضت أنا للمتابعين أو أي شيء قلت لا أنا راح أحب نفسي أوكي ويا الستريتش ماركس وبهذا الفات اللي عندي وبهذا الهاي بس أحاول دائما I work out more أشتغل على صحتي أكثر أصير أحسن بس ما أكره روحي لا أحب روحي على مود أصير أحسن عرفت شلون. واو شو حلو. بدي أقول لك بس شغلة صغيرة إنه في يعني في معظم البنات أو اليونج جينيريشن صاروا عم يطلبوا القبول من السوشيال ميديا بمعنى يعني اللايكس وبيحسوا انت مرقتي بهالشيء او انت بس اوريدي يعني انت صرتي معروفه وما عندك هالمشكله بس شو بتنصحي الاشخاص او اللي هن انا ضد هالشغله انه يكون متعلق هو نفسيته برقم او بلايك او بصوره ما اخذت هيدا فبحس حاله يعني بيتاثر فيها خصوصا انه هذا الجيل انه يمكن نحن كنا قبل السوشيال ميديا وكنا عم نطلع ونتقابل مع بعض وعاده لما تكون قدام شخص فبجاملك نوعا ما بتعرف بس كون نحن بوج بعض ما فيني اقول لك كلمه مش حلوه لانه الرياكشن تبعك انت قدامي فبخاف فانا بداري شعورك لو نحن صغار بنقعد نحكي مع بعض من داري شعور بعض لانه نحن بوج بعض بس لو نحن بعاد وبعدين عم نعمل مسج ما منخاف من لأنه أنا I don't see that person عصا حتى ما يعرف جزءاني اللي أحكي لهاي الشغلة أنه من account fake or whatever بالضبط. فأنت يعني ممكن من comment واحد يتضايق ممكن من لايك أو إذا ما أخذ بوست معين ما أخذ لايك فممكن تأثر لأنه عايشين اجتماعيا صار يعني الجيل الصغير يتأثر بهذا الشيء يتأثر بهالشيء لأنه هو هيدا المجتمع تبعه نوعا ما. أنا أول تليو يعني شغلة عن السوشيال ميديا أو الأرقام أنا ما أهتم للرقم يعني لما صرت مليون فرحت صرت مليون صار عندي مليون متابع بس أنا كنت فرحان لما كان عندي ألف وكان عندي مية كان عندي 50 وحتى لو كان عندي واحد لأن هذا الشخص ده يسمعني more than enough. الفرق بالرقم أوكي إنه أوكي أنت عندك مليونين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة وإن شاء الله 500 بس أكو فرق بين هذول المليونين يحبوك أو يكرهوك هاي شغلة. الشغلة الثانية مو الرقم اللي يسويك وإنما المحتوى اللي تقدمه هو اللي راح ينطي هاي الإيجابية لك.
لا تخلي الرقم هو اللي يأثر على المحتوى مالتك. بالأخير أنت اللي يهمك إنه 10 من هذول اللي شافوا الصورة يهتمون باللي أنت أو يسووه. أو يعني مثلاً قمت الصبح اليوم قلت خلي يلا وروح رياضة، هاي أنا شو راح أكسب منها؟ أنا دا بالعكس دا أفيد روحي، بس أرد أفيد الكل. صح. أريد أشجع الكل، كلنا نهتم بصحتنا، خلاص سوي، إحنا صرنا عائلة واحدة. بس ما فكرت بالرقم، وإذا أفكر فأني أفكر بالكواليتي ما أفكر بالكوانتيتي. أوكي، اللي يهمني أنا عندي متابعين يسمعوني وأني أسمع لهم، أكو عندي علاقة بيني وبينهم بنيتها من البداية. أوكي، يعرفون كل شيء عني وأني أعرف كل شيء عنهم، صار عندي خوات وصديقات وأصدقاء. فلا أخرب هذا الشيء بس برقم. الرقم لا راح يزيد ولا راح يبدل، هو بس مجرد رقم. يعني مرات تشوف صناع محتوى عندهم 10,000 عندهم 5,000 بس محتواهم واو. أني أظل صافنة أقول أتعلم منهم هواية أشياء، وأكو ناس عندهم ملايين ما أقدر أباوع المحتوى مالتهم لأنه أنا أحسه يعني تافه. يعني أكون وياك صريحة، أحس شنو هذا المحتوى اللي تضيع وقت، عرفت شلون؟ أنت بتنبسطي إنك أنت عم تأثري على أشخاص بطريقة بوزيتيف، أو هني مثلاً بيقولوا لك نحن والله جربنا عملنا شغلة أو أخذنا بنصيحة منك وعملنا. هذا فخر إلي. صح؟ فخر. يعني أنت ما تتخيل أني المتابعات مالتي، خصوصاً أنا ما عندي متابعات بس بعمري. اللي يصدمني أكثر هم المتابعات اللي بعمر والدتي. أوكي. وأكبر من يعني حتى عمر بيبيتي. يعني أنا مرة أتذكر كنت بارك صدفت بيبية اللي هي النانا، أوكي، ست والأم والبنت، ثلاثتهم إجوا أخذوا وياي صورة. أني هذه إلي إنه أني لما أم بنت تحكي وياي وتقول لي عفي أحكي بهذا الموضوع بنتي تسمع لك، هذا أنت ما تتخيل. أني يعني عندي فخر أني أرد أخذ وياي صورة، مو هي تأخذ وياي صورة، عرفت شلون؟ It's a pleasure to me. وما تتخيل شنو أحس نفسي ناجحة بس من مجرد كلمة يعني أنتي تجي تقول لي عافية بنتي، أني فخورة بيك، أني أسمع لك، أني جربت وصفتك، أني يعني هذه تمي كأني ملكت العالم. مو بالرقم قلت لك هي، وإنما بالأشخاص اللي تأثر بيهم. للأسف هسه صاروا الناس كلها مهووسة، هذا عنده 10، هذا عنده مليون، هذا أنا ليش هذا مدى توصل عندي؟ هو لكن كل العالم، كل العالم هي هلا يمكن اجى وقت شوي نرجع نعيد النظر بهالشيء، بس كل العالم نحن يعني تاثرنا بهالشيء. انت لما تشوفي اشخاص بسرعه طلعوا، انت بتحبي تكوني مشهوره، بتحبي تكوني مثلهم، فواحد صار يضيع بهذا الشيء. بس يعني هلا لانه صار مثل صفت القصص وصار عدد كتير، صار اللي عم يبين فعلا اللي عنده محتوى حلو واللي عم يشتغل عن حاله. هون بدي اسالك انا، يعني بدي تخبرينا عن حالك كانتربرنور، انت بزنس وومن غير موضوع السوشيال ميديا، انت عندك افكار، انت مهندسه درستي الهندسه وعم تعملي اشياء، ما بعرف اذا فيني احكي عنها بس انه هاي بعدين نقدر نحكي، بس انه انت كمان عم تشتغلي على حالك انتربرنور، يعني بمعنى شو بالعربي؟ والله هاي صعبه ارد ترجمها. اللي بيشتغل، اللي بيشتغل لروحه، يعني اللي روحه ايه، يعني اللي مش الموظف اللي عنده شركه، ايه او اللي هو شركة. عنده شيء بده يعمل. الانتربرنور ممكن يكون رسام عم يشتغل لحاله، فنان ارتست. هلا قد ايه بتحسي انت بزنس وومن وقد ايه فيك الارت والكرياتيفيتي، يعني كيف تجمعيهم مع بعضهم؟ شوف اول تري سمثينج، اني عندي من أنا وطفلة الكرياتيفيتي وحس الفن عندي من أنا وطفلة أحب، ومن أنا وطفلة أهلي أوكي وهاي تحية لأهلي ماما ننة هنديمة من أنا صغيرة ربوا بيا هذه الشغلة إنه شنو تحبي نمي بيج. وظليت من أنا صغيرة أفكر إنه أنا أريد أصير مهندسة، أريد أصير مهندسة، أريد أصير مهندسة، وصرت مهندسة أوكي ودرست وتخرجت بامتياز لأنه حبيت الفيلد اللي أنا بيه، وهذا الشيء كلش مهم على مدخل نبلش من بداية الجيرني مالتي. انك تدرس شيء تبدع به حتى لو الناس تشوفه تافه اوكي، بس انت بهذا الابداع ممكن توري شيء ممكن احسن مما تشتغل شغلة بس على مود المسمى اوكي او المجتمع عشان يتقبله اوكي، بس ما تنجح به وتفشل. هاي كانت شغلة. الشغلة الثانية بالفن اوكي، وراها لما كنت دا ادرس كلش حبيت التصوير اوكي، حسيت نفسي بالتصوير، حسيت نفسي عندي هاي النظره، انا مش مكتشفتها واكتشفتها بسبب اختي فاشتغلت عليها، حسيت عندي موهبه وتالنت اشتغلت عليها، واهلي they pushed me ساعدوني يلا you can do it، مع انه انا كنت ادرس واشتغل
اوكي واني بلشت من المدرسه، يعني عاده ماكو هواي خصوصا بالمجتمع العربي ماكو هواي بنات يشتغلون بالمدرسه. بس اشتغلت قلت اريد انمي هاي حس اكون معتمده على روحي، طبعا اكيد بمساعده اهلي لان هم كانوا قابلين بهذا الشيء. فكبرت شويه 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 اكثر، حسيت انه لا اني اريد اخذ كورسات عن التصوير على مود to become more. اوكي تعلمت، رحت قمت اجمع على مود وقمت اشتغل، يعني اشتغل كنت اخذ يعني مبلغ كلش بسيط اوكي على 10 صور واجمع منه واجمع منه. اوكي اشتغلتي بالتصوير؟ يا 8 years. واو. اوكي قاموا الناس يدفعوا لي فلوس وهاي وانكوايريز، فقمت اجمع فلوس على مود اطور من روحي. هذا كله اوكي كان بداية أو بنى عندي الأساس الصح على مود أوصل للمكان اللي أنا بي. لما فتت سوشيال ميديا أبد ما كان بالي إنه في اليوم راح يكون هذا مكسب رزق إلي، هاي أول شغلة، ولا فكرت بيها بفلوس. فكرت إنه ردت أغير طريقة تفكير البنات عن روحهم، ردت أغير أراويهم، وخصوصا كالبنت العراقية أوكي، لأنه العراق دائما مظلوم بهواية أشياء، دائما كل أحد تقول العراق ها حرب ها موت ها العراق غير. فحبيت أراوي الناس أوكي إنه لا، أكو بنية عراقية من عائلة كذا درست تعبت اجتهدت سويت هيك على روحي على مود أوصل المكان اللي أنا بي. وراها صار بزنس. فقمت شو استغل علاقاتي أوكي، استغل كل الأشياء اللي تعلمت بيها من خلال السوشيال ميديا على مود أبني شركتي أوكي، أبني البراند مالتي. أكو شغلة ثانية، الناس عبالها إنه إحنا بس نعتمد، يعني أنا مثلاً أبد ما اعتمدت إنه بس السوشيال ميديا تكون مصدر رزقي، ولا رح أعتمد عليه فقط. ليش؟ لأنه I believe in something إنه هذا الشيء ممكن يجي ويروح. صح. أوكي ما تعرف، تغمض عين تفتح عين. فلازم الشخص ما يعتمد بس على الأكاونت مالته، أنا بالعكس ضد إنه أي مؤثر عنده بس السوشيال ميديا يعتمد عليه إذا كان يعني لسي مصدر رزق. لازم يفكر بلان A بلان B على مود يصير صح بمكانه. هل هو سهل؟ لا مو سهل، هو يراد لمثابرة جهد تستمع، مع أنه أنا أبد ما عندي صبر، بس صار عندي صبر لأنه أشوف الأحسن، أريد أتعلم، أقعد ويا ناس، أكو ناس مثلا هواي انطوائيين ما يحبون يجتمعون بين الناس. لا أنا أقولكم صيروا اجتماعيين، يعني لما تكون اجتماعي تتعرف على هواي ناس ممكن تفيدك بالفيلد اللي انت تريد تبدع به، سواء كنت دكتور سواء كنت مهندس سواء كنت فنان، شنو اللي انت تبدع به. لا تستحي، جرب اغلط افشل اوكي حاول ارجع عيد. يعني انا هواي اشار تسويها فشلت بيها. انا اقول لك البراند مالتي انا صار لي 3 سنين اشتغل عليها، يعني شفت الويل. وما اقول اني كلش نحسه اوكي، خصوصا بالشيء اللي يمثل اسمي. يعني وانت خو بعد اشتغلت وياها تعرف، يعني اني على التف على التكة، بس ايش قد فشلت ما قلت لا وخلاص واني فاشله واني ما اقدر ابد، راح اضل احاول. هيدي هاي المثابره، وانت قلت الواحد ما يتكل على السوشيال ميديا، بس هو فيك، هو السوشيال ميديا هو بلاتفورم، يعني منصه ممكن تتغير هاي المنصه. طبعا اللي ما بيتغير هو انت نفسك، شو بتعملي انت، شو عندك محتوى انت، شو قديش اشتغلتي، شو حابه تقدمي. انا بغير المنصه، ممكن يمكن هلا انت انستغرام، ممكن ما بعرف شو يصير بعدين، يعني ما بدي اسالك هذا الموضوع على غير بلاتفورم وشو عم تعملي، لانه كمان شغله صعب الواحد يضل يغير اذا بتضله موجود. بس الاساس هو مش المنصه وقد ايه واحد عمل على هذا، خلينا نقول هذا التلفزيون، لانه هذا التلفزيون ممكن يسكر يفتح شيء ثاني. بس الاساس انه واحد يشتغل حاله ويقدم شيء من يعني شيء حقيقي عنده اياه، اذا كان فن او اذا كان شغل او اذا كان شركه او اذا كان لو هو موظف بس يعطي من قلبه ويعطي ويستغل من حكمه، يستغل كل فتره هو بيها. يعني اذا انت هسه عندك صفحه اوكي على الانستغرام وعندك شيء تقدر تكسب منه رزق، لا تفكر بس بالاعلانات، الاعلانات تروح وتجي، وبعدين كل يومية وجه جديد، كل يومية وجه ياخذ الساحة اكثر. فكر بشون تقدر تستفاد اوكي من السوشيال ميديا بشغلة ممكن تفيدك بعدين وتفيد غيرك. يعني انت مو ضروري، اني ضد انه اني اسوي منتج على مود بس دا ابيع، لا بس انه دا ابيع، انه بس اجس وانا سيل او دار بدي اطلع فلوس. أوكي. ابد لا تفكرون بهذا الشيء. اي شيء تشتغلون عليه حتى لو انت جديدة تسوين بزنس من البيت الطبخين اوكي، فكر بالكواليتي، فكر انه انت تريدين زبونك يرجع لك، فكر انه انت تريدين توصلين بالword of mouth، يعني وحده تقول للثانيه، وحده تقول للثانيه، هيك شيء الناس راح
تريد تصير اكثر انترستد بالبرودكت اللي انت تبيعه او الشيء اللي انت تسويه، لان اول شيء عندك مصداقيه، ثاني شيء الكواليتي مالتك حلوه، وانما بس احنا نقول هيك بس هلا هلا يعني دا تسوي على مدة تمشي تطلع فلوس، وهيدي لانه بسرعه بدي الريتيرن، يعني انا اي وونت تو جيت ذا ريورد، اخذ النتيجه بسرعه. هيدي شغله كثير غلط، وهيدي بيقعوا فيها العالم، انه انا جربت وعملت بس ما زبطت معي. طبعًا. لا يعني لا، الموضوع مثل ما قلت انه انا كثير بامن بانه الواحد يزرع فاليوز، طبعا يزرعه مثل ما عم يزرع نباتات، يعني تروح بتزرع فاليو هون وهون وهون بدها تنبت، طبعًا. الا ما ترجع تطلع وات ويل كم باك تو يو نو ماتر وات. يعني قد ما انت تفكر حالك عطيت فور فري، ما في شيء فور فري، في الحياه فيها كارما وبترجع. واذا انت يعني قدمت شيء مش عاطل وفكرت انه ما حدا شافه، لا بده يرجع بده. وهذا الشيء عن جد مش عم بتفلسف، انا مآمن فيه، هذا بعمله بحياتي على طول، بشتغل من قلبي. بحب الشغله ولا ما بحبها، لازم اعمل ماي بيست، اي هاف تو دو ات ماي بيست. شوف اقول لك شغله علموني اياها اهلي، اوكي، دائما زرعوا بي هاي الشغله، سوي زين او دو جود يو جيت جود، يعني سوي زين يجيك الزين، سوي المو زين يجيك المو زين. فاني حتى باي شيء اشتغله بحياتي، لما اساعد وانطي واسمع واقول ويلا واي بوش بيبل، اني ما اخذ شيء منهم، يعني اكو هواي ناس اني اساعدهم وانزله على ناس دافعي لي، لا، لانه انا احب تو سبورت ايفري ون، اوكي، باللي اقدر عليه. ليش؟ لانه انا دائما اقول الله ما ينسى احد، اوكي، دائما دائما راح يجي لك رجعه. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، اني اريد بس شغله واحده، اوكي، هذه يعني انا دائما اقولها، اريد يوم ما يجي وقتي واحط راسي على المخده، اوكي، وخلاص تنتهي رسالتي، اريد الناس تذكرني بكلمه طيبه بس. الفلوس تروح وتجي، الطلعات تروح وتجي، الناس تروح وتجي، بس اللي ظل الاخير سمعتك الطيبه، اوكي، مواقفك بالحياه، شنو سويت للناس هذه، ومو ضروري ناس اذا كانت على السوشيال ميديا متابعين، لا، حتى اصدقائك اقربائك، اهم الناس لك بالابتسامه، بالضحكه الطيبه. انا ما دات فلسفه وسا يقول لي عشانه صار، لا لا، هذا الجانب، هذا الجانب صحيح، بس انا كمان بدي احكي عن يعني هذا الجانب الروحي الحلو، ويمكن اللي فيه كمان شيء من 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 ديننا اللي الله علمنا هيك. طبعا. بس في جانب مادي، يعني انا هذا الشيء في له ريتيرن، شو ريتيرن، يعني مدخول، له مدخول مادي. طبعا. يعني انت لما بتعمل منيح وبتشتغل مع عالم، هيدا الشيء رح يرجع يرد عليك بشيء مادي، يعني رح يجيك شغل، رح يجيك علاقات زياده، العالم رح تعطيك ريكومند يو يعني فور اذر بيبل، يعني طبعاً. رح يصيروا يقولوا انا اشتغلت، حبيت الشغل مع هذا فلان، يمكن ما اخذ فلوس، يمكن ما بعرف شو صار، بس انه انبسطوا بالشغل معك، او يعني حبوا انت اللي عم تعطي، وهيدي البوزيتيف انرجي. وحتى لما واحد يسوي الشغل مالته، يعني انا اقول لكم يعني عن خبرتي انا يعني وياك، اوكي، لما يعني أنا شاف حكمة من أول ما بلش، أو يعني من أنا أول ما بلشت كنت أشوفه بالشوت، وهاي نفس الانرجي، كأنه هو دا يشتغل على البروجكت مالته، مو أنه بس يلا يلا دار دخلص عم داخذ فلوسي ودا أروح بعدين. لما الواحد يشتغل من قلبه حتى روح الشغل تطلع غير، صح، مظبوط، ويظل ناجح، أوكي، لأنه هو دا ينطي من قلبه. لا تفكرون دائما فلوس فلوس، أدري الفلوس مهمة والفلوس هي تعيشنا وا وا وا، بس فكروا بشي ثاني، أنه أنتوا شي زين على مدير جاء لكم الزين. عرفت شو؟ مظبوط. صار معي حادثة مرة، كنت عم صور، هلا كان في شاب قال لي في مجال انه يكون معك بالتصوير، قلت له اوكي اكيد. هو مبتدئ وهيدا، هلا عم صور انا اوتيل معين، فقاعد انا عم ضوي وصور وغير وانجل، وهي يعني هي صورة بدي اخذها، وما خليت اكوبمنت، وعيد وصور وظبط وعامل الديكور وارجع ظبط الاضاءة، وانا مش مبسوط. وهذا الشاب اجى لعندي قال لي انه شو، قلت له ما مش عم تطلع حلوه، بدي يعني بدي قال لي هي مش حلوه، يعني هو انا ما كنت صدقيني، هو فعلا اللي عم صوره مش حلو. انا ما شايفه، وانا هيك كل عمري ما بشوف على طول، ما بشوف الشغله مش حلوه. يعني لا، فيها تكون احلى، فيني ساوي بعد، فيني اي كان دو، عرفتي؟ هذا الشيء ممكن بيتعب بس بفرح او بيعطي نتيجه، عرفتي كيف؟ يعني ما نفقد الامل، واحد يعطي يعطي يعطي، things will happen, things will come back. Will come back. They should never give up. يعني والله أنا دائما أحكيها، رسالتي بكل شيء أنا سويته بحياتي هاي بالفترة اللي عرفتوها بيها، شغلة الوحيدة اللي أبد لازم يعني ما يشيلوها من بالهم، أبد 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 لا تستسلمون لو شنو ما يصير. يعني هسه مثلا ما دافتم شنو أكو أسوأ من كورونا هسه، وإحنا وقاعدين بالبيوت وهاي، بس هل إنه رح نستسلم؟
هل إنه الكل استسلم وخلص لا، لازم نحارب ولازم نشوف أحسن ولازم نشتغل على روحنا، ولا تفكرون إنه إذا باب انسدت خلاص بعد ما في كرياتيف ريسات ريسات ويعني اطلعوا بأفكار جديدة يمكن تكون شيء بوزيتيف. يعني ممكن مثل ما قلتي أنت قصيتي شعرك، يعني هذا مثل كتير حلو. ليه قصيتي شعرك؟ لا تحسي بالتغيير. كارلوس اللي راح على شركة نيسان هو رئيس مجلس إدارة تبع رونو ايه؟ وراح على نيسان، أول شغلة عملها بنيسان لأنه كانت الشركة كانت ما كانت تسوي زين، كانت منا ناجحة. أول شغلة عملها راح غير الباب من كان يفتح من اليمين لليسار، عمله يفتح بالقلب تبع كل الشركة لحتى الموظفين انه في شيء تغير. فهي ماشي، هي شغله بسيطه كيف انت قصيتي شعرك، بس انه هي عملها لهي الانسان يحس انه في شيء جديد، في شيء مخه الواحد بيرجع بيتغير بصير يفكر بالكرياتيفيتي. مو بس بالكرياتيفيتي، انا كلش امن بطاقه الجذب. اوكي، واكو هواي ناس كتبها يعني لو اوف اتراكشن اي كلش امن بيها كلش، وهواي صارت اشياء بحياتي اوكي لانه امن بيها. وهاي نصيحة أحب أنطيها لكل أحد، يعني هاي من أنا اشرحي لي إياها أكثر. شو قصدك طاقة الجذب؟ مثلا خلينا نقول أني أعطيك مثال. أوكي، دائما كنت أمشي من دبي مول. أوكي، دائما أمر من دبي مول وأشوف البيلبوردز اللي هو الصور الكبيرة هاي اللي تنحط على هذه، أقول أني أريد أكون هنا هيجي. والله كل ما أمر منه أنا راح أكون هنا، صورتي هنا راح تكون، الله إيش قد حلو راح أكون طالعة وأكون لابسة هيك فستان، والله هيك وهيك شعري، والله يعني زين. أنا يعني أنا إيش جابني دبي مول وإيش جابني وبيلبورد وكلها براندات عالمية، وهيك مرة اثنين ثلاثة أربعة. فكل ما أظل أحط أزرع الفكرة براسي، والله حكمت شهرين جاني تليفون من جاليري لافايت، قالوا لي إحنا نريد نسوي كامبين ما أدري شنو، نريد نحط يعني بالكامبين كان اكثر من شخص وانت راح تكونين بالبيلبورد. واو، ما يعني هاي شيء مثال بسيط. اوكي، هواي اشياء ثانيه بحياتي سويتها على هذا المنوال وكلها نجحت. ليش؟ لانه لا تلقائيا بعقلك اللاوعي. اوكي، حتى لو انت مهم لازم تعرفون شغله، انا ما راح اقدر اقعد بالبيت واتمنى اشياء وانا قاعده بالبيت وما اتحرك، لا انا اسعى. مظبوط، انا افكر اوكي واسعى للي اريده. بس ما يعني ما اقدر اصير انا هنا، لان انت كل ما راح تقول انا ما اقدر انت ما راح تقدر. صح، مزبوط، لانه انت عقلك يقول لك لا انت ما تقدر، شو انت تريد تسوي؟ بس قول لا انا اقدر. اوكي، انا اقدر اسوي، انا هيك راح اصير، انا راح اصير احسن بنيه بالعالم، انا راح اصير اضعف وحده. يعني انا لما هسه صار عندي تحدي بيني وبين نفسي ارد اضعف على التردمل، انا اركض الله جسمي قد حلو، الله انا راح، والله هيك احكي بيني وبين نفسي، يعني ما تقول ايش قد مخبله انا يعني مجنونه. الله انا هيك راح يكون جسمي وراح البس هذا الفستان الحلو ورجلياناتي تكون رشيقه، هيك احكي يا روحي. ليش؟ لانه انت كل ما عقلك يستوعب هاي المعلومات، كل ما يو بيليف انت اكثر، كل ما راح تسعى لها اكثر. فطاقه الجذب حتى بشغلكم، اي شيء عندكم شغل، حلم تريدون تحققوه، طموح، او حتى الشخص اللي انت تريد تكون وياه. يعني كشخص أتريد مثلا تكون ويا عندك علاقة أو يعني تتزوج أو whatever، أقعد اكتب ورقة بالصفات اللي الشخص أنت تريدها به. أريده طويل وضعيف وسمين، ومثلا أريد عيونه كذا، أريد شكله هيجي، كتبوا هاي الأشياء راح تضحكون عليه. بس لا مصبوط، صدق توصل، يعني يجيك مثلا أكيد ما راح يجيك بالضبط الصفات، بس راح تجيك باللي تسعى به، لأنه أنت manifested. أوكي، راح تشتغل بطاقتك اللي هي اللاوعي انه انت تجذب هاي الاشخاص لك ويو بيليف ان ات اكثر. فدائما ركزوا على لوف اتراكشن. مزبوط مزبوط 100%. وحطي افكارك على، حطي يعني انا جست يعني ثاقبت، رح فرجيك اياها طالما هون، يعني بعدك قايلتيها. شوفي حطيت هاي المسج انا اليوم، خليني اشوف. شوفي حطيت، ضلي كبس عليها حتى ما تروح. رسمت سكتش اللي حطيته بال 2011 او ماي جاد تبع الاستوديو، وهيدا الاستوديو. شوفي شو كتبت تحت، كتبت bring a pen and a paper and draw your dreams they will come true. شفتي يعني اكزاكتلي اللي انت حكيتيها هلا. اي بيليف ان ذس، انه واحد يعني طالما بفكر انه في يوصل لشيء. This is amazing. بليز حطوا هاي الصوره. يعني هي ورسم سكتش بسيط، سكتش تبع المكتب تبعي كيف بده يكون قبل ما كان موجود، رسمته و I did it.
خلص مجرد ما تقول واحد انا اي كان دو ات، لو مش قادرين مع الوقت خلص يو ويل دو ات. ويل جهد والله والله، يعني مو لا دا اتفلسف عليكم ولا دا اقول لكم اني هاي من الفتره اللي اني بلشت بها بالسوشيال ميديا غيرت هوايه بحياتي. وطاء اللو اوف اتراكشن، يعني اقول لك مثلا على برنامج بيت بيوتي اللي هو بام بي سي عراق، الي انه اني اكون على برنامج تلفزيون كان في شيء انه يعني شنو اني لا اعلاميه اوكي، يعني نعم اني صانعه محتوى بس اني مو اعلاميه او مقدمه برامج او هيك شيء، وشون وليش وهذه. بس شنو كل ما كان احد يجي يعرض علي برنامج على قنوات ثانيه انه خلينا انا كنت ارفض دائما، ما كنت مقتنعه، مو لانه مثلا ما اقدر اسويها، لا اقدر، بس ما كنت مقتنعه انه هذا مكاني الصحيح. لما اسامه واس الشرقي طبعا هي تحيه لهم حكى وياي، قلت طاقت يعني اني فكرت قلت لا هذا مو الي، هذا مو الي، بس اكو احسن الي، اكو في شيء اني اريد اوصل له. لما اجوا قالوا لي كانت وقتها حتى ام بي سي عراق هسه تطلع، قال لي اكو هاي الفكره كذا، قلت ذس از ماي بليس، هذا المكان اللي اني اريد بيه. وشغله واحده اني ليش كم فتت للبرنامج، لانه رادوني كما انا، ما اني ما احب اطلع واصطنع شخصيه مو شخصيتي. ما طلبوا منك شيء معين تمثليه او كونتنت؟ لا هواية مثلا كانت برامج تقول لي حتى انه لا احكي اللغه البيضاء، قلت لهم اني ما احكي غير عراقي. وحتى هسه وياك اني مثلا للي ما يعرفوني خلال السوشيال ميديا اني كل شاطره باللبناني بالفلسطيني او اللغه البيضاء كل شاطره بيها، ويصير عندي لا تلقائيا احكيها اوكي، ولكن بس تنحط الكاميرا قدامي احس انه انا عندي مسج اريد اوصل اللغه العراقيه، اريد اوصل انه انا عراقيه، هاي شخصيتي، هاي فابد ما اقدر الا احكي عراقي. لانه انت على طبيعتك مشان هيك يعني، او غير انه اللغه العراقيه بتجنن ولطيفه وكلماتها كثير حلوين وفيها مجامله كثير حلوه. اي كلش يعني. احبك اموت عليك اموت اجيك كل تحس هيك اكشن، بس ما اعرف يعني صارت بي من ما بلشت حسيت انه انا عندي رساله اوكي، و ذس از مي اوكي، واحس اني لما احكي عراقي شخصيتي صدق شخصيه مينا اوكي، لما احكي يعني لهجات ثانيه او هاي لان اكو هواي ما يفتهمون المصطلحات مالتنا، بس ما احس هاي مينا لما احكي هسه، بس اشوف المايك رسن لا تلقائيا، بحد حتى صديقاتي ينصدمون مني، يعني صديقاتي بالبيت عندي هواي صديقات فلسطينيات اردنيات، فيكونوا قاعدين يمي بالبيت اكون دا اصور اني بدل احكي احكي عراقي، اقولها ايش قلتي، بتقولي انت ما دافتي بس باين على الكاميرا تحكي عراقي، بس باين علي تحكي وياي هيك، صار باي ديفولت. جريت مينا حبيبتي، انا كثير انبسطت انك كنت معي اليوم، يعني هذا انا ثاني ابيسود، هاي الشغله اللي انت حكيتيها انه واحد لازم يستب على المطارح اللي صعبه شوي يتحدى حاله، طبعا عم اتحدى حالي انا بهذا الشيء. انت اميزنج، ثانك يو سو ماتش، وبشجع كل العالم يعني انه طلعوا احكوا، طلعوا اعملوا اي شيء بتحبوا، عبروا عن 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 حالكم، كومنيكيت مع الاشخاص، بتاخذوا منهم البوزيتيف انرجي، تعلموا منهم، تعلم انا منك كثير واني اتعلم منك هواي، كثير انبسطت فيك واني اكثر صراحه فرحانه على وجودي هنا. وبس اريد انطي نصيحه اخيره لكل احد عنده تالنت، عنده موهبه، عنده شيء يبدع فيه. احنا هسه كلش محظوظين انه احنا عندنا بلاتفورمز اوكي، مثل انستغرام، يوتيوب، كل هاي الاشياء، منصه سهله انه نقدر نراوي ابداعاتنا بيها اوكي، بدون فلوس بدون اي شيء، بس احنا نراوي التالنت مالتنا، فاستغلوا هذا الشيء ولا تخافون، لا تقولون لا راح افشل، ما حد حيفشل، اذا راح تظل تحاول ماكو واحد حاول فشل رجع حاول مره ثانيه، لا راح تنجح، يو ويل اولويز سكسيد، بس المهم تحاول وتسعى. صح، وما بيعرفوا شو هن عندهم شيء حلو، يعني في اشخاص كثير بيقول لك انا مثلا ما عندي تالنت، لا انت عندك التالنت، في عالم بتشوفها، في عالم بتشوف اشياء انت ما عندك اياها، يعني ما بتعرفيها عن حالك. فلا يتشجعوا وجو اهد اوكي. حياتي ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش، والله اتس ا بليجر، ثانك يو سو ماتش، باي.